اولي 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 شباب، واي 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 واي، التحديث الجديد يا ستيرا. هلو وليديز اند جنتلمان، عزيزنا الكرام، منورين حبايبنا، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. اوكي، عندنا فيرست توب اب شباب، فيرست توب اب شباب، الشخصيه الجديده يا سلام، جيت كنتا فور فري. اوكي طول بالك معلم، طول اكيد بدكم المتجر معلم، طول بالك نجي لهون. الشخصية شباب، الحزمة نجيبها جد معلم، نجيب الحزمة مباشرة شباب، نجيب الحزمة أول شيء، رح نجرب الشخصية شباب لعيون عيونكم. أوكي ليديز اند جنتلمان، تعالوا شباب ندخل على الشخصية شباب، نشتريها شباب باللوزة. يا سلام الشخصية شباب، كنت أو ماي جاد، كنتا ويلكم كنتا. أوه لا لا لا، فرج الشخصية جديدة شباب، كنتا نعملها أوبن، شباب نعملها. أوكي طول بالك. اوكي انا شو جبت؟ انا شفت الشخصيه ولا شو معلم؟ طول بالك وين الشخصيه؟ يعني وين الحزمه وين على الشخصيه معلم؟ لا guarding young master hayato is no easy task. ابي اقول هياتي معلم. I must ensure hayato survives. معلم شكله صاحب هياتي معلم، انا اشتريت الحزمه بس ماشي معك من الشخصيه معلم. انا اشتريت الحزمه بس ما اشتريت الشخصيه معلم. وات ذا هيل معلم، طول بالكم. طبعا حبايبي الشخصيه بتعني عن طريق الشحن 1 دايموند، يعني فهمتوا علي كيف؟ هيك بكون جبنا الشخصيه شباب، جبنا الحزمه وجبنا كل شيء، ندخل على الشخصيه شباب نطورها ماكس، نشوف شكلها معلم. طول بالك معلم، يلا شباب ندخل على الشخصيه ماستر هاياتو از نو ايزي تاسك. هذا عم يحكي عن هاياتو معلم، بعرف شو عم بيحكي معلم، بس اني anyway واي شباب اللي فاهم شو عم بيحكي عن هاياتو يكتب لي بالتعليقات. اوكي ليديز اند جنتلمان، يشكل درع اماميه يبلغ عرض 5 متر يب، ويقلل 50% من ضرر السلاح القادم من الامام، يستمر لمده 2 ثانيه ويعاد تعيينه عندما يطلق المستخدم النار وقت التهدئه 210 ثواني. اوكي شباب، طبعا ليفل 1 شباب، نطور ليفل ماكس، نطور ماكس شباب، لما اولي نطور ماكس. I must ensure Hayato survives. يا زلمه لا تجيب سيره حياته يا زلمه، جيب سيره حياته يا زلمه. حياته يا اخي. I must ensure Hayato survives. رجع بجيب سيرة حياته يا زلمة، حياته شو عمل له هذا معلم؟ هذا الشخصية شو عمل له حياته؟ حي فهمني يا شباب، شو عمل لك حياته؟ اوكي شباب طول بالك. رح نفتح هذول كليتون، تو نفتح هذول الأشياء، نفتحهم على السريع معلم، نفتح هذول معلم عشان نظبط الشخصية ما شخصية، بلوز، الشخصية عندنا تمام، لازم نلبسه لبسة اللبس الشخصية شباب. شباب ركزوا لي على بالوما معلم، غيروا له الستايل تبعه معلم. صارت شيء بالاولي، صارت كيوت يا سلام. هشوف الباقيه معلم، اني واي معلم طول بالك، خلينا نجي لهون. اوكي شباب بنلعب جيب سيره حياته، معناها حط له حياته. اوكي يلا ندخل شباب، شوف الشخصيه كيف وضع معلم بالشكل بالوضع. دوتي اولويز كمز فيرست، خلص ندخل على التدريب شباب، نشوف شو في بالتدريب والاسلحه وما اسلحه والاشياء كلها على بعضها معلم. ليتس جو، يلا روح اولي، هات لنشوف. هاي هي الشخصيه شباب شكلها حلو يا اخي، الشخصيه معلم بتذكرني بشي شغله ما اعرفها، بتذكرني بشكل شغله معلم ما بعرف الصراحه. anyway معلم هي الشخصيه شباب، ندخل نشوف الاسلحه الموجوده شباب، شو جرب السلاح، نجرب السلاح بشكل سريع. السلاح هذا عمل مع كل هذا هو يا سباب. اوكي شوف في اسلحه ثانيه في ولا ما في؟ ما في اسلحه ثانيه معلم، ما في اسلحه ثانيه يا شباب، ما في اسلحه ثانيه شباب حبايبنا، نو ويبن، نو مور ويبن. اوكي هذا شباب، اوكي هذا طبعا شباب في مودين راح نظبط الوضع. اوكي شباب عندنا هون مودين شباب، المود هذا مود المدى. اوكي بهالسلاح 181 دروب 33. اوكي هذا مود المدى، عندنا مود يعني معتدي، خلينا نقول هذا معلم القرب، مود القرب يعني مود القرب. اوكي معلم خلينا نحط واحد قرب واحد مدى شباب، ندخل نجربه معلم، ونفس الوقت نجرب الشخصيه على السريع شباب. طبعا الشخصيه شباب مبينه معلم، تحط جدار باللوز ولا تمام تمام. هات ندخل نشوف، هات ندخل معلم، شوف هون هذا المود حط المود المدى، حط المود المدى معلم، هذا مود المدى معلم. وين خلينا نبدا بدون سكوب. اولي تبع شي بالبوت. اوكي مان الله عليك، شوف الشخصيه، هات حد جرب الشخصيه معلم، اضرب ولا اضرب يا ول. اوكي دمج رايح معلم، ما بدمج. اوه حلو، شفتوا شباب يعني بينزل تقريبا نص الوضع بس، ولكن متطور تقريبا خلينا نقول شيء اكثر يعني دقيقه شباب من التعبير. حلو ماشي بشيء، هذا شيء المدى والله حلو هالسلاح شباب، صراحه السلاح ماشي بشيء. تجربه من القرب شباب، شوف وضعه من القرب كيف، شوف وضعه من القرب والله من القرب كمان هيك شتات باللوز. هنجرب البربر معلم، تعالي والله هناك تخبي. قول لي
والله حتى من قرب مرد بعض بعض يعني قرب معلم ماشي بشي والقرب كمان ماشي بشي شباب بالقرب كمان والله باللوز ماشي بشي شباب حتى نكمل مكمل الوضع نحن أنا بالقرب والله بجيب الشوكات باللوز يا سلام يا سلام نشوف البعض معنا هذا موت المدى بالسوق شوفوا شكله خلوا بالكم يا سفير اوكي شو بيعمل هذا حبيبي والله 160 ثانية لا 100 طب مايك راح يخرب لا طول بالك 160 ثانية يا شباب المدى المدة يعني انتهت يا تبعيتها فهمتوا علي كيف ماشي الحال قول لي شباب بالنسبة لدرجة الائتمان شباب ساعة المهم متفعل اوكي شكله ساعته هذا المود ساعته مو بفعل شبون موجود الاساسيات والمكافئات وكل شيء متعلق النتيجه النتيجه المثاليه هي 100 وسيؤدي سلوك مختلف عن التقلبات الى النتيجه ويؤدي سلوك اللاعب العادي الى زياده النتيجه ستؤدي التقارير المؤكده عنك وسلوك الغير لائق اللي تكتشفه النظام اللي خصم النتيجه او اللي في مكافئات كمان النتيجه اوكي ستؤدي النتيجه اللي تقول اللي تقول من 90 الى حذر في كلاش الكواد مصنف اوه يعني اذا عندك النقطه 90 معلم حبيبي والله إذا 80 إذا بتصير 80 معلم الكلاس سكواد مصنف كلوب ما تقدر تلعب نتيجة أقل من 60 سودي اللي حذر في أوضاع الفريق وجميع الأوضاع المصنفة أوكي أوكي معلم تمام والله شباب هون كل الانفورميشنات شباب هيك يعني بشكل سريع نشوف مع الوقت شباب راح يبين أكثر وأكثر ممكن يصير عليه تعديلات لكن راح نوقف شوي ما في أوكي حابب أشوف شغلة ضرورية شباب اللي هي المود الجديد المود الذئب الوحيد هل يا ترى حطوا له الرانك ولا لا يا شباب الظاهر شباب أول ما أدخل بالنسبة للذئب الوحيد شباب مو موجود بالمود تمام صار مو موجود لحد ده بس ولكن لما اول ما ادخل على البروفايل موجود ال لازم ادخل على النظر العام يا شباب موجود المرتبه المحدوده المدني يعني فهمتوا علي كيف موجود ما ممكن يتفعل كم يوم راح يتفعل يعني فهمتوا علي اوه حزبه المحارب القديم علام يا سلام عليك بتصير البنت كمان ولا شلون ما بتصير البنت ولي والله حلوه طيب نجيبها معلم على السر يا سلام معلم خرجوا على الحزبة الجديدة يا شباب طول بالك تعالوا هون شباب نجيب الحزبة الجديدة يا شباب تمام نعمل تثبيت على السريع معلم على التثبيت على السريع معلم ونظبط الوضع معلم اللعبة طول بالك شباب وين ناخذ اللبس الثاني معلم طول وين الباقية لا تضحكوا عليها وين راح الباقي معلم هذا هو تعالوا هون الله حاز لبسة جديدة معلم تعال لازم تدخل جربة على السريع شباب على السريع ندخل نجربه يا شباب ايش باللوز تعال ندخل نجربه شباب نشوف شيء تاني معلم على السريع اوكي وين الحزمه شباب كيتا وما كيتا وش حندور هي بنعرفها شباب شفنا من شوي اشياء تانيه رقصه اوكي ما في شيء جديد هون اوكي شباب هون ندخل على التدريب شباب نشوف شكل هالسكيل معلم يا سلام مام اوه تغيروا اللودينج حلو هي السكين الجديد شباب الصراحة ماشي بوشي حلو معلم حسك بالمحاربين القدماء يا اخي ما يوس بالسكين محارب القديم شباب حبيبي والله شوف شعراته معلم يا السلام عليك لوز 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 معلم حلو بس هوني شباب هوني كان في هوني شيء متغير هوني يمكن كان في عمود معلم وشو حبيبي والله في شيء جديد اوكي صار غيره وشي بلاد مرة معلم. بيبي بالنسبة للنظام. النظام ال ال. My blade is theirs. يا زلمة سكوت يا زلمة خلينا نعرف نحكي يا أخي إيش فيه هذا معلم. حبيبي بالنسبة للنظام اللي تحصل على الشخصية مجانا. كم عليك شباب بتدخل مجانا أمر سهل شباب. بتدخل تضغط هون. تمرات جميل أنا هون معلم عندي كل الشخصيات. تضغط هون يا شباب أنتوا. تختار الشخصية اللي بدك اياها وبتعمل شوية مهمات شوي بتحصل على الشخصية مجانا. يعني بالنسبة هذا الأمر معلم ما بدنا نشرح فيه كتير سهل إيزي فريزي. اوكي عندنا هون شباب صار في تعديل لهالشخصيه يا شباب تعديل حلو شباب يعني سهل معلم يطلق عينين موجة كهرباء اوكي لازم ندخل نجرب معلم ندخل نجرب لكم اياها يا شباب هاي الشخصيه معلم انه يعني بتلغي اي شيء اي مهارات بال يعني مثلا بترمي شيء قنبله معلم بتلغي اي كل شيء يعني ول شو عم يصير هون؟ ولا بضرب بعض المعلم المهم شباب شيء امر سهل معلم ول شو
شو عم بيصيرون؟ قال لي يا شاب يعني بلغي كل المهارات الموجوده لاي لاعب معلم، يعني ما بيقدر يشغلها لوك، ما بيقدر يجي يساعد صاحبه، ما بيقدر يعمل، يعني بتلغي له كل شيء معلم، كل شيء يعني تضل تستخدم بيلغيه. يعني هي الصراحه هي شيء حلو كمان بال بال باللعب، هي الشخصيه راح تكون ماشي ماشي شباب، يعني بتلغي تبرج. قول لي شو عم بيصيرون حبيب والله. اه هي داشه شباب، ديك شخصيه كمان، شخصيه كمان كبروا لها الوضع تبعها معلم، اوكي كبروا لها المساحه تبعتها شباب، يعني بتقدر تحمي اصدقائك واصدقائك الصراحه شيء باللوز معلم. خلينا نروح نشوفها. لا ستيفاني هي البنت معلم، هي اي واي تنشن مسافه 4 متر تمنع من القذائف وسيستعيد الحلفاء في المنطقه 10 متر دروع كل سنه يستغل الذره الذخيره الماخوذه من. والله هي كمان مش ماشي شباب، ممكن تنفعنا كمان كثير حلو شباب، هي عملوا تعديل عليها باللوز. ثواني نشوف ستيفاني معلم، تخربطنا معلم ستيفاني، اقصدك ستيفاني معلم، هذا هو معلم. شوفوا معي كيف نعمل تفعيل. يا بوي رح تحمي نفسك وال يا زلمه حبيبي والله اشي باللوز، كثير كثير حلو شباب، كثير كثير حلو هالشيء اللي زادوه، يعني كثير مرتب حلو. بالنسبه للكيو ماجيك شباب ما في شيء جديد، اوكي هدول هنن على حسب علمي الشيء بنعرفه، هدول هنن شباب ما في شيء تغير، هدول هنن ما تغير شيء بالكيو ماجيك. زادونا السكين اللي فرجيتكم اياه من شوي اللي هو تبع الشخصيه اللي الحمراء. حلو 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 حلو. خلونا ندخل شيء جماعه سريع لنشوف شو في تغيير معلم بساحه الانتظار، شوف كيف صار شكلها، عم يقولوا لي صارت شكلها حلو، هات ندخل نشوف. اوه اولي 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 معلم شو هيدا يا شباب، يا اخي تحسها شيء حلبه مع حلبه معلم. جن اف 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 جنريشن يسوون جنريشن معلم، ما اعرف شو حبيبي والله. ويل 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 يا سلام عليك يا سلام عليك يا جميل، هالشيء تمام تمام يا شباب، تغيير حلو. تفرج معلم عدد العداد 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 يا سلام. اوكي شباب هنا معلم الطياره تغيرت شكلها، البنايات وبنايات تغيروا كمان اشكالهم معلم مثل ما انتم شايفين حبيبي والله. شوف معلم صار نشوف البنايات اكثر، يعني كل بناء صار نشوف شكله. قول لي تعال ندخل ننزل تحت نشوف على السريع، ندخل نشوف. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا جميل، التمانو 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 يا سلام. شوف الباكتوري معلم كيف صار شكله حبيبي والله، صرنا نشوف صرنا نشوف شباب من بعد اكثر، يعني صرنا نشوف الاماكن بعد اكثر، يعني صرنا نشوف كل شيء صرنا نشوف معلم، يعني اذا في واحد معلم كريمر معلم لا احمر شوفه من بعيد معلم جيبه هيد شوت معلم منه حبيبي والله. اوكي تعال ندخل نشوف حتى الالوان الاشكال، اي والله الالوان شباب صارت واقعيه اكثر، شيء اللي فهمته شيء اللي شايفه وشيء شايفه شايفه شايفته عيوني صار في اشياء اكثر معلم، هون الوان تغيرت شباب الصراحه، يعني صارت واقعيه اكثر. الشيء اي لي قول لي شو ها شو حاطين هون معلم، شو جديد شو هاي طول بالك، ترقيه السلاح معلم ترقي شيء سلاح الظاهر، طول بالك نجي لهون. قول لي تعالوا تعالوا هون بيبي تعالوا بيبي تعالوا بيبي 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 ابلع هرشتك معلم، ابلع ابلع هرشتك معلم، تعال هون تعال هون تعال هون والوه تعال هون نشوف معلم. اوكي ماله اوكي صار عندنا التوكن صار يطلع فوق شباب، حلو 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 شيء باللوز صار يطلع فوق تمام تمام. القطعه شباب نقدر نطور، اوه القطعه شباب صرنا نقدر نطورها معلم، يعني نطور اي سلاح بدنا اياه الظاهر هيك ولا شلون، طول بالك نعمل هيك استخدام طول بالك طول بالك. اوه ديم ديم معلم ديم ديم صار كل سلاح له قوة أكثر شباب، إشي باللوز استمعنا 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 شوي نجي لهون نجي لهون طول بالك حلو حلو. لا بضرب هذا دروب دروب لك دروب 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 يا زلمة يا زلمة يا زلمة سلاحتك ارميهم يا زلمة، لا هيك ما حكيت اهبط الام بي 5 معلم كيف صار؟ ناري 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 انت شو تعمل معلم؟ شو جاي؟ شو جاي؟ هاي هاي نايس شباب حلو 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 حلو، وين رايحتي وين رايحتي؟ تطور ماكس معلم ولا وراي ولا تعالوا 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 يا مان تعالوا يا مان بيبي 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 اوه ماي جاد يا سلام شيء حلو شباب طلع معنا، شوف التوكن عم طالع فوق شباب، التوكن طالع فوق حبايبي التوكن طالع فوق يا سلام عليك، التوكن صار يطلع فوق شباب صرنا نعرف ما لازم نعمل هيك شباب لنشوف التوكن الباقي عنا معلم، عنا 2000 توكن معلم، يعني هلا شباب قول لي اصدقائي معلم اذا بكتب عليهم يكونوا على اللايف اقول لهم ما معي توكن رح يكشفوني حبيبي والله. وين هذا؟ قاعد هون بالبيت بيبي بيبي
اهبط معلم اهبط 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 الخوة ديالي اهبط. خلونا نشوف شوف الماكينة معلم. اوكي قائمة القتل شو هي معلم؟ متاحة ستة صراحة ما فهمتش منها هي معلم. هون تبعت الترقية يا شباب. وال وال طول شو هذا؟ هنشتغل شو رح نستفاد؟ ايه شو هي؟ شو هي صارت معلم؟ هي شو هي؟ قائمة القتل معلم ما فهمتش منها شباب. زح ما شو هذا؟ هون في بلازما بلاس مكان نشتغل نشتري اشياء. هون عدد دول نقدر نطور ال هون نشتري قطع نقدر نشتري قطع هذول تطور فيهم الاشياء اللي بدنا اياها معلم. تقدر تكبس هيك معلم على اليمين معلم تقدر تطورها اوتوماتيكيا. حلو لسه تشتري قطع معلم تطور مباشرة. حلو 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 سوي شباب. في شيء طلع لي شيء تحت في شيء طلع لي تحت شباب في شيء طلع لي تحت في شيء طلع لي تحت شباب هون على اليسار معلم. طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك في شيء طلع معلم. هي شوف عندنا وقت محدد لازم نروح على شيء مكان. اوكي بهالدايرة قول لي مايك 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 شوف شباب طول بالك معلم شوفي هون معلم يمكن في شيء يمكن شيء يمكن شيء لوت موي شيء. شو هي القائمة معلم؟ يمكن هي طلعت لنا معلم. طول بالك لازم نكتشفها. وين هي؟ اوكي عم نقرب عليها الظاهر عم نقرب كمان عم يتخرب الامر العدد عم يتخرب. اوكي اوكي وين هي وين هي وين هي وين هي معلم وين وين شوف بعدنا شوي. طول بالكم شباب وين هي الوقت؟ قرب قرب لا من هون لا عم نبعد عم نقرب اكثر. ايوه لا ايوه ايوه خربنا عم نقرب على هذا المكان يا اخي. شو هذا يا اخي شو هذا شو هذا معلم؟ ما فهمنا شيء من هذا الشباب. حد يفهم معلم شو هذا؟ دنجر ما دنجر؟ طلع من هون يا زلمه. شو عامل فيك؟ خلينا عم نشوف نكتشف الامر يا زلمه ايش فيه هذا حبيبي والله. اوكي حبيبي الظاهر معلم انه هذا الشيء يمكن شيء مكان توكن يكشف الاعداء او اي شيء معلم. ما فهمنا كثير ما فهمنا له كثير حبايبنا. اوكي نشوف اللي بعده. اوكي حبايبنا بالنسبه لل الشيء اللي فهمته معلم انه عم يقول المتابعين عليكم هي كلمه وكل واحد تخسر بالزون الاحمر يعطيك توكن. اوكي حلو شيء مرتب. بالنسبه للرومات مثل ما انتم شايفين ما صار تغير شيء بالرومات لحد الان حبايبنا شيء تمام تمام ما في شيء. حلو الجولد رويال شاب اللي رح ينزل السكين اكيد باين معلم مع 13 ساعه حبيبي والله يعني بس في بيت رح ينزل السكين جولد رويال رح نكتشفه مع بعضنا ان شاء الله. ايوه شباب في شيء نسينا معلم المرافق الجديد شباب اسمه ذا سيل. المرافق شباب هذا المرافق شو بيعمل معلم؟ في كل مره سيستهلك فيها المالك مستنشق معدات طبيه طبيه طقم الاصلاح هناك فرصه 25 للحصول على واحده اضافيه. قولي قولي معلم هذا شغل معلم باللوز باين معلم مرافق باللوز راح ينفعنا كثير. ندخل على الشراء معلم مو موجود بس صار ما ونزل. اوكي في كمان يستهلك فيها المالك المستنشق ومعدات طبيه طقم الاصلاح يعني كل شيء يعني بتصلح ما بصلح حبيبي والله معلم. فرصه الحصول 50% الحصول على واحده اضافيه. نايس نايس شباب بالنسبه للمرافق الجديد نايس. بالرانكد شباب بالرانكد مو موجوده اللي هي تبعت القتال اللي فرجيتكم اياها من شوي. بالنسبه لشباب للرانكد معلم عم نكتشف شوي شوي. ليديز اند جنتلمان حبايبنا ان شاء الله استمتعتوا بهذا معنا بهذا البث وبهذا المقطع حبايبنا. شفنا الاغلب الاضافات شباب رح نشوفها ان شاء الله مع بعض شباب الايام الجاي لما نكون على اللايف اكثر واكثر يا اساطير. حبايبنا نشوفكم على خير. سلام عليكم.